أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم في إجازة الصحفي المتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 تسجيل أربع عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسبع و وأربعين حالة شفاء وقد بلغ إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في بلادنا ثنتين وستين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين إصابة من بينها إحدى وستون ألفا وثمانون حالة شفاء وتسعمائة واثنتان وتسعون حالة وفاة